يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ نورت ام الدنيا. اهلا بيك يا خي. هو مين العريس ومين ابوه؟ انا شرفني الاتنين كده شكلهم اخوات. يا اهلا يا اهلا منورين. اهلا بيك يا خالتي. انا نواف ببغي عروسه صغيره قلبوزه، واني يمكن اقدم لكم نفسي. انا اصغر واحد في خواتي. ما شاء الله. خواتي دايما يعملوني كولد صغير. رحت للحلاق قلت له اصبغ لي ابيض، اصبغ لي ابيض عشان يبقى فيه شويه وقار. طبعا الوقار مهم. موجود. وقلت يعني عشان بدي اتجوز، خاصة اني ما اتجوزتش غير 5 مرات. بس يا خيتي. خلبان يا عيني. انما كلتهم كبار في السن. 21، 22، 23، وانا ما ابغي الان هالحين غير بنت تكون 15، 16، 17. ايوه، وغير كده ما ترضاش. او تقضيها طناش. وانت يا سعادة الشيخ؟ انا الحاج مصعب ابغي عروسة حلوة حلوة وتعرف تعمل شاي نسكافيه قهوة مظبوطة حلبة حصى. ابغاها والله، ابغى الحلبة والله والعروسة، وكمان هقدم مهر 1,000,000 ريال و100 ناقة حمر. هو في ايه؟ هنجوز البت الاثنين؟ ده حرام. يا اوراني الكلب. لا كلب ليه؟ تصدق دي مصلحة. مصلحة ازاي؟ هو انت جاي يا حاج انت هو مع بعض؟ والله انا ما اعرف، انا جاي وحدي. انا ابغي عروسة بسبوسة مقلوزة. انت داخل محل حلويات ولا ايه يا حاج؟ انا ابغي حلويات يا حلويات. ما تحترم نفسك يا سيدنا الشيخ، دي مراتي، دي مش العروسة. وأنا ما أعرف هذا الزلمة، وأول مرة أشوفه. أنا أبغي عروسة سمرة حلوة ننوسة شبه كوباية الكركديه أو الخشاب. ده جاي يحقق أحلامه عندنا ولا إيه؟ لا ده عبيط. شوفي يا حلوة يا حلويات، أنا بدفع في العروسة 5,000,000. يا لهوي. أنا بدفع 10,000,000 وبقرتين. بدفع 11,000,000. 12,000,000 وكركديه. 20,000,000 بتجوز الصغيرة وباخد هادي أم ضحكة جميلة. يا ربي، يعني الواحد يبيع بنته ويطلق مراته عشان يعيش. روحي وانت طالق. ما تبغيه يا جميلة الجميلات. أنا مش هينفع أتجوز الراجل ده يا سولي. أنت مين قالك أصلاً إن أنا هجوزه لك؟ أنا عمري في حياتي ما هجوزك جده. أنا خايفة قوي صراحة، وأنا كمان خايف. يعني أنا بقولك أنا خايفة عشان تطمني، تقوم قايل لي أنا كمان خايف وتخوفني أكتر. يعني أنا أكذب عليكي؟ أطمنك إزاي وأنا خايف زيك ويمكن أكتر منك كمان؟ خايف من إيه؟ خايف أخش البيت. انا كمان خايف ارجع لابويا وامي قوي. ما تقوليش يا بابا يا امي، احنا لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ ما اعرفش، اي حته. احنا كده كده انا وانتي بنشتغل وبنصرف على نفسنا. طب وهننام فين؟ اي حته ان شاء الله، حتى في الشارع. محدش هيسيبنا في حالنا يا سولي. انا مش هسرق ولا هسمع كلام عيال الحاره وابيع مخدرات معاهم. انا مش هينفع اتجوز دلوقتي، انا خايفه قوي. يبقى مفيش غير حل واحد، ان احنا نهرب. لو متنا هيكون اريح لنا. ما تجوزونيش، ما تجوزونيش، انا لسه صغيره. يا ماي شطف وراح على
طريق الشارع على طول. شارة ايه يا مي؟ احنا مش بنتبهدل، احنا في بيتنا. بيتنا؟ وايه اللي نضفك كده؟ والله يخرب بيتك عشان نشوف امك فين. امي تاني؟ سولي مي تضيف وبتضيفه. في ايه؟ هتصحوا اخوك؟ صحي اخونا ايه يا مامي؟ عمر صحي اصلا، انت اللي نمتي. طب خدوا اقعدوا، انا عايزه انام، عايزه انام. يا مامي احنا عايزين ننام جنبك. ليه يا حبايبي سبتوا سراييركم ليه بس؟ ليه؟ احنا بنحبك قوي يا مامي. حبيبي قلبك، انا كمان بحبك قوي حبايبي. نام بقى شويه. طيب نامي يا مامي، بس احنا عايزين برضه ننام في حضنك. بعدين يا حبايبي انام بثلاث كوابيس معايا في السرير، يا حرام عليكم. ما في كابوس وحش قوي في الاوضه بتاعتنا. معلش حبيبي، معلش. انا خايفه قوي انام لوحدي. ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش. ما تخافوش طول ما انا معاكوا حبايبي. مامي اوعى تسيبينا، خليكي جنبنا طول عمرك. حبيبي متخافش حبيبي، انا جنبك على طول. احنا بنحبك قوي يا مامي، مش هنزعلك ابدا تاني خالص. طيب ورحله المالديف والرحله التانية اللي كنتوا عايزين تطلعوها فين؟ هواي باين ولا ايه؟ والعربيه اللي بالسواق ايه ظروفها؟ بس يا مامي احنا مش عايزين اي حاجه، ولا عايزين نروح رحله، ولا عايزين عربيه بسواق. احنا عايزين نفضل جنبك وانت تفضلي جنبينا. حبايبي انا بقى هطلعكم رحله اللي انتوا عايزينها، هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه تنجحوا في الامتحانات، سامعين؟ وهعمل لكم كل حاجه. بجد يا مامي؟ بجد يا حبيب مامي، انا عايزاكم احسن ناس في الدنيا. انتي احسن ام في الدنيا يا مامي، وانتوا احسن عيال في الدنيا. وانت قمر، انت ايه اللي مصحيك؟ يا بختك يا عمر، ما تبهدلتش في العلم زي ما احنا تبهدلنا.